أو المؤسسة اللي غطتنا كل نشاطاتنا ووقفت معانا وفي كل نشاط تلبي في الدعوة وتلبي في النداء. احنا ممتنين جدا لقناة ليبيا الأحرار بكل كادرها الوظيفي، احنا نتوجه لهم بالشكر من هذا المنبر. لمسة امتنان حظيت بها قناة ليبيا الأحرار من لجنة إدارة جهاز المدينة القديمة طرابلس وموظفيها، وذلك عبر تكريمها عن مجهوداتها في مواكبة كل مشاريع أعمال الجهاز، وأيضاً لجهودها الدؤوبة في توثيق موروثها التاريخي العريق للحفاظ عليه. نشكر قناة ليبيا الأحرار على تغطيتها الدائمة والمتواصلة لأنشطة الجهاز، وهذا شكر من الأهالي أيضاً لهالقناة النشطة اللي تغطي في كل أحداث المدينة القديمة، ولكم منا الشكر والتقدير، ونتمنى أن نلتقي بإذن الله قريباً بإذن الله. قاعة باب البحر تعتبر ضمن المشروعات الحديثة في قلب زنقة إسبانيول، إحدى أعرق الأماكن في المدينة. هذه القاعة التي تزينت بلوحات معلقة وكأنها عقد لؤلؤ في جيد حسناء، هذه اللوحات التي تمثل إرثاً نطمح جميعاً للحفاظ عليه. اللوحات تعبر على كل مراحل المدينة، ثقافي، معماري، اجتماعي، أثري، معدات. الحقيقة فهذا أضاف لمسة وجمال لهالصالة اللي نتمنى نحن بإذن الله نسعى كيف تكون دائما عامرة بهذه الصور، للحقيقة يعني لجعل السكان يحسوا بقيمة المكان ويحسوا بقيمة الكنز اللي تحت أرجلهم للأسف، واللي ما بين يعيشوا ما بين جدران. حفل دافئ حمل في طياته رسالة مفادها أن طرابلس ليست مكاناً نعيش فيه فقط، بل هي التي تعيش فينا وبنا. إيمان الشابع، ليبيا الأحرار، طرابلس.